إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم، علماء مصر وباحثيها من الشابات والشباب والمبتكرين والموهوبين في افتتاح المؤتمر القومي للبحث العلمي إطلاق طاقات المصريين. ويأتي هذا اللقاء بعد شهر من لقائنا في فبراير الماضي في المنتدى الإفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والإبداع، الأمر الذي يعكس اهتمامنا الحقيقي وتقديرنا الكبير لدوركم المأمول في بناء مستقبل هذا الوطن العزيز. السيدات والسادة، تعلمون أن مصر تواجه تحديات عديدة في المرحلة الراهنة، تحديات فرضتها علينا ظروف دولية وإقليمية وداخلية، ما بين الإرهاب الذي أطل بوجهه القبيح خلال السنوات الماضية أو حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها مصر بعد عام 2011، أو فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية التي كانت في أمس الحاجة للتدخل العاجل. وقد استندت مواجهتنا لهذه التحديات إلى منهج شامل ومتكامل